السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أهلا بكم يا حبايبي في قناة فيدي غيرك مع ندى. معنا النهاردة فيديو جديد، هنشرح استوديو تي في أو استوديو مبدعي المحتوى. الشرح ده اتطلب مني من قناة افهم وتعلم، ربنا يبارك فيها يا رب. فأنا قلت أي حد عايز طلب إن شاء الله هلبيهوله. فاحنا ان شاء الله هنشرح استوديو تي في، والفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف نعمل ازاي بث مباشر على القناه بتاعتنا، وهنزل لكم الرابط بتاع الكاميرا اللي بتعملي منها البث المباشر، او هنشرح لكم على التليفون ازاي تعملي بث مباشر. معانا النهارده هندخل في استوديو تي في. عندك اول حاجه اسم القناه، وبعدين هتلاقي الدقائق، وقت المشاهدات بالدقائق، وبعدين هتلاقي الفيديوهات، وبعدين هتلاقي التعليقات. مثلا عندنا هنجيب كده عرض المزيد، هنشوف الفيديوهات اللي عندنا. مثلا انا هدخل في الفيديو ده، اي فيديو عندك عايزه اشوف الدقايق بتاعته كام، ادي هتدخلي في وقت المشاهدات بالدقايق. هتشوفي عندك، سيبك من الاولانيه دي، لا هنشوف التانية، وقت المشاهدات بالدقايق. هو هنا كاتب لي 21، هنشوفها كده. الفترة منذ الانشاء هتلاقي 85 دقيقة. وقت المشاهدات بالدقايق منذ الانشاء بيديكي الدقايق كلها من ساعة ما انت عملت القناة. هنرجع تاني كده يا حبيب قلبي. معايا مثلا الفيديو ده، انا عايزة اغير الصورة اللي على الفيديو، هدخل هنا في التعديل. ممكن تغير الصورة من هنا، ممكن تغيري العنوان، ممكن تغيري في الوصف، تكتبي العلامات الخصوصية بتاعتك، ممكن هتخليها عام او تخليها غير مدرج او تخليها خاص، زي ما انت حابة. ده في بداية ما انت منزلت الفيديو، ممكن تغيري في موضوع الخصوصية. هنرجع تاني كده، هنرجع كده للقناة كلها، هنرجع ادي يا حبايبي كده اهو. انا عايزه اشوف مثلا عدد الساعات بتاعتي كام. هدخل في المشاهدات بالدقائق، وبعدين هجيب المشاهدات بالدقائق هنا اهو، ادي 1 2، ادي التالتة المشاهدات بالدقائق. عندك الايام 28 الاخيرة، هتدوسي كده على السهم المقلوب ده وتجيبي الفترة منذ الانشاء. هتجيبي الفترة منذ الانشاء، والرقم اللي هيطلع لك ده هتقسميه على 60، هيجيب لك عدد الساعات بتاعتك بتاعت القناة. مثلا هنا عندي 104 دقيقة. طبعا القناة دي مش بتاعتي، دي قناة انا جايباها اشرح لك عليها. 104 دقيقة هتقسميهم على 60، هيجيب لك عدد الساعات بتاعت القناة. هنرجع تاني كده اهو. مثلا هنشوف اكتشاف الفيديو، انواع مصادر الزيارات، هيجيب لك يعني مصادر الزيارات كلها، القناه بتاعتك مين اللي بيتفرج عليها. في بحث يوتيوب، الناس بتبحث من يوتيوب. الفيديوهات المقترحه، لو الفيديوهات بتاعتك بتقترح. في خارجيه، في ميزات التصفح، يعني حد بيكتب برضو بيبحث في اليوتيوب. عندي اهم المصادر الخارجيه، جوجل شورب، غير معروفة او غير متكررة، رقم كبير. اهم عبارات البحث، هيجيب لك برضو الناس بتبحث على ايه من محتوى قناتك. اهم الفيديوهات التي تقترح مشاهدة المحتوى التابع لك، هيجيب لك الفيديوهات اللي اليوتيوب بيقترحها على الناس انها تشوفها لك. اهم قوائم التشغيل التي تعرض المحتوى التابع لك، هيجيب لك انهي قائمة. لو انت عاملة قوائم تشغيل، هيجيب لك قائمة التشغيل انهي اللي هي شغالة والناس بتشوفها كتير. هنا هنجيب الجمهور. هنا الجنس، هيجيب لك مين اللي بيتفرج على القناة بتاعتك، كم عدد الذكور، كم عدد الاناث اللي بيتفرجوا، يعني نسبتهم كام، من كام لكام، بس هنا مش قايلين كام. العمر برضو، هيجيب لك الناس اللي بتتفرج على قناتك من سن كام لسن كام بيشوفوا القناة، يعني هيقولك من 13 لـ20، من 30 لـ45، من 40 لـ50 كده، يعني السن يعني.
اهم البلدان بقى اللي بتتفرج على قناتك هنا في القناة دي العراق ومصر والمغرب والسعودية وتركيا اللي بيشوفوا القناة. انت برضو هتشوفي مين القنوات، مين البلدان اللي هي بتتفرج على القناة بتاعتك، او مين البلاد يعني اللي بتتفرج على القناة بتاعتك. بعد كده هنجيب قوائم التشغيل، لو انت عندك قوائم تشغيل هتلاقي فيه ارقام هنا، لكن احنا هنا مفيش قوائم تشغيل. المحتوى التفاعلي هنا برضو مفهوش حاجة، هنرجع تاني هنجيب نظرة عامة. هنا المشاهدات بالدقايق، تحتها المشاهدات، تحتها متوسط مدة المشاهدة زي ما انتوا شايفين كده. متوسط مدة المشاهدة انا هجيب الفترة منذ الانشاء. انت هيكون عندك هنا مثلا شايفة الصفر اللي على الشمال ده، هتلاقي مثلا دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، على حسب القناة بتاعتك مشاهداتها حلوة ولا لا. لو دقيقتين فما ازيد يبقى الناس بتشوف من دقيقتين لازيد، يعني دقيقتين وشوية. هنا 8 ثواني بس، الناس بتتفرج 8 ثواني بس. انا هرجع كده اهي، متوسط مدة المشاهدة على الأيام 28 الأخيرة عاملين 8 من 10، 8 من 10 يعني 8 ثواني. انتي هتلاقي عندك في مدة متوسط مدة المشاهدة ممكن تلاقي دقيقة، تلاقي دقيقتين وشوية يعني كده. هنا المشتركون هيجيب لك المشتركون اللي عندك زادوا قد ايه او ما زادوش. هنرجع كده، القناة دي اللي انا بشرح لكم عليها قناة صغيرة اصلا، ما يعني ما عندهاش مشتركين كتير. المعجبون مقابل غير المعجبون، الايام 28 اخيرة بيقول لك 100%. اهم الفيديوهات عندك في القناة، هيجيب لك اهم الفيديوهات عندك في القناة. هنرجع كده تاني، عندك تحت هنا التعليقات، اي تعليقات على اي فيديو عندك، عندك عرض المزيد كده هيجيب لك كل التعليقات اللي على الفيديو بتاعك. كل ما يجيكي تعليق هيجيكي هنا هتشوفيه وكمان هتردي عليه. مثلا هندخل كده، انا هرد هنا مثلا، لو انا عايزه ارد على الفيديو هرد من خلال برضو، وهدوس على دي فهتبعت التعليق. وبكده يا حبيبي هو ده استوديو مبدعي المحتوى او استوديو تي في. يا رب يكون استفدتوا منه واستفدتوا من الشرح بتاعي، ويكون سهل وبسيط، هو سهل يعني ما فيهوش اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.